أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا والله غفور رحيم. الله أكبر. نعم. الله السلام. الله الله. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الله لا إله إلا هو.
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. الله أكبر. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الله أكبر. لهم مغفرة ورزق كريم. الله أكبر. يا أيها الذين لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. الله أكبر. السلام. الله أكبر. 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 الله أك
جميل ليس عليك ده. والله بما تعملون عليم. الله أكبر ليس عليك. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الله الله الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ذلك أزكى لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولا يبدين زينتهن إلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الله أكبر الله أكبر. نعم الله 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 الله. ولا يبدين زينتهن إلا أو آبائهن أو آباء مولاتهن. أو أبنائهن أو أبناء أو بني إخوانهن أو بني
أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يرأوا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن الله أكبر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون والصالحين من عبادكم وإمائكم الله أكبر ضيفت عليك الله يا سلام الله أكبر لا إله إلا الله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم وآتوهم مما لله الذي آتاكم الله أكبر الله 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 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ولا تكرهوا فتياتكم على
عرفت عليك. اي والله يا حبيبي انت بلادك من مرة عليك يا ربي. سلام ولا يستعفف الذين لا تجنك يا قل يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى عليك. الله أكبر. الله الله الله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم الله الله الذين خلوا